اي سوق اللي ما عندوش يعني امكانيات مراقبه مباشره، ما تعرفش شكون اللي رافد فيه مليار واللي رافد فيه مليون واللي رافد فيه 500,000، يعني سوق مشبوه. والعائدات اللي ما نقولوا اجراميه المبالغه في الفوتره اغلبها يروح للسكوار لتموين عصابات الاستيراد من كل يعني حد بين وصوب. الرقمنه اللي الدوله راهي عكفت عليها وفيما وما الشفافيه التعاملات الاقتصاديه اللي راح تفرض بقوه القانون، من ثم الناس تعود ما تقدر تروح هذه التعاملات المشبوهة، ولكن ما تكونش مفروضة عليها، لأن الواحد يحتاج العملة الصعبة في غياب شفافية بس في روحهم.